إذن المشاهدين شوف تي في، تحية طيبة لجميع المتابعين والمتتبعات، كنحييكم من تواجدة. إذن كما كتعرفوا المغرب كيعرف مجموعة ديال التساقطات المطرية، أجواء باردة، وبعض المدن للأسف ما عندهاش تحتية بنية تحتية قوية تقدر كما كنقولوا حنايا الفيضانات ومجموعة ديال الأمور. يعني كما كتشوفوا الأجواء هنا في وجدة كاين الشتيوة تبارك الله، ولكن قليلة ماشي بزاف، ولكن كنظن أنه هذه الليلة هذه إن شاء الله غادي تكون شي شتيوة اللي زوينة اللي غادي تنفع الناس وتنفع الزرع وتنفع بزاف تاع الحوايج. إذا حنا في هذه الأجواء الليلية بطبيعة الحال بمناسبة ديال هذه الأمطار الخير اللي كنا صراحة كنتسناوها حتى مؤخرا. صراحة أنا تفليت لينا كان واحد الاجتماع في ولاية الجهة الشرقية وجدة، على أساس يعني الواد تاع ملوية اللي معروف نهر ملوية يعني بدا ينشف. إذا الحمد لله هاد الأمطار غادي تعمر السدود، غادي تعمر الأنهار، مجموعة على الأمور الحمد لله. نتمنى أنه تبارطاجيو معنا هاد المباشر هذا باش تكون الأمور بخير وعلى خير بطبيعة الحال. الحاجة أنا كي شفت الشتاء، ودائما كي كنشوف الأمطار وكي كيجي فصل الشتاء كنتفكر واحد الطبقة، واحد الطبقة اللي فيها ثلاثة تاع الأنواع. طبقة ديال الناس المتشردين في الشوارع، الناس المساكين اللي ما عندهمش مأوى، يعني مسكين كتلقاه مثلا في الليل كطيح الشتاء مخبي في شي بلايص وتلقاه داير كريتينا وشي كويشه كبيرتا ولا، وكاينعس اماكن بحال هذا بحال هذه البلاصه هذه كتلقاه في الليل المتشردين مساكين كيجيو كيفرش الاخر وكينعس كيدرق بعدا غير من الشتاء وشويه ديال البرد. ما هي راه في العراء كما كنقولوا حنا. كاين كذلك عاوتاني الناس المساكين اللي ساكنين في البراك وفي الكريانات، كي نهضروا على البراك والكريانات الحمد لله احنا ما عندناش هنا البراك في وجده قلال بزاف، ولكن كان بعض المدن المغربيه اللي فيها هاد نقدروا نقولوا مدن الصفيح، ولكن الحمد لله مؤخرا بداو كيستافدوا عندهم ديزابارتومون. هذه مبادره زوينه من الدوله، رغم انه كان شي وحدين اللي كيديروا القوال فيهم عائله اللي خصها شي ابارتومون، خصهم كل واحد يدي ابارتومون مجموعه تاع الامور، مما هذا موضوع اخر. هذوك الناس مساكين كطيح عليهم الشتاء كيدخل عليهم الماء، ما كانش بنيه تحتيه، ما كانش واضحه، ما كانش مجموعه تاع الامور، البرد مكرفسين يعني واحد التكرفيس اللي كبير، رغم انهم مستورين من الامطار، ولكن كيكون يكون شي فويت الا ما كانش عليهم القطره غادي يدخل عليهم الماء بطبيعة الحال من البيبان ومن الاخر. من علاش يعني غادي يدخل عليهم الماء، غادي يبقاو يخويو داك الشيء بالبوديزات، يعني مجموعة تاع الامور اللي كنشوفوها في فصل الشتاء. كاين ناس ديور ديور اللي ديور كاع ديور وقدام عندهم القوال السقاق ولا مهرسين ولا كيفيض عليهم الماء عاوتاني كيدخل عليهم كتدخل عليهم الامطار. يعني نقدروا نقولوا حنا مثلا الى طاحت الشتاء غير من 12 تاع النهار حتى الزوج ديال العشيه 3 سوايع ولا 2 سوايع تقدر تغرق مدينه. لهذا بعدا اول حاجه كنلاحظها انايا السبب ديال غرق الشوارع ودخول المياه على بعض المنازل وجماعه تاع الامور هو البنيه التحتيه، خصوصا لونتروتيان، لانه نورمالمون في الصيف كيتقرب المشتى وهذه وقت الامطار خاص هذوك الوكالات المكلفين سواء الراديو ولا الراداف ولا اللي كاين في المدن ولا امانديس ولا بزاف تاع الحوايج، خاصهم كما كنقولوا حنايا لونتروتيان يعني الروكالات يتخوا ويتخملوا وهذه باش كما كنقولوا حنايا يعني لان الشتا كي كتجي معاه التراب تجي معاه الخش كيتعمروا، خصهم دائما يحاولوا ينقيوهم بهذا المعنى هذا.
نرجع للناس المتشردين، كاينين الناس عاوتاني اللي ساكنين في الجبال، والصعيبه هذوك الناس اللي ساكنين في الجبال. تخيلوا نتوما كي كطيح الشتاء ولا البلايص اللي فيهم الثلوج، وما ادراك البلايص اللي فيهم الثلوج. نعيا نوصف لكم، نعيا نقول لكم الحاله اللي عايشين فيها هذوك الناس. راه ما شنو غادي نقول، هذوك الصيف كامل بعدا كيتجمعوا في الحطب بحال النمل، هذا المعنى هذا والتسميح على الاخر، ولكن كيجمعوا المواد الغذائيه باش ياكلوا هذه وهذه. المساكين كيسخنوا غير بالحطب، يعني كتجي كتكون واحد الدرجات الحراره تحت الصفر، الطريق مقطوعه. الى مرض لهم غير شي واحد ولا غير شي امراه كما كنقولوا حنايا بغات تولد ولا الله يستر كيحسن، كاين فيهم اللي كيموتوا بالبرد، كاين اللي ما عندهمش حتى الكسوه. كتلقى وليدات صغار مساكين لابسين العايل ديالها ديال البلاستيك، ما عندهمش سبيبطات، ما عندهمش ديبوتيو. انا كنحيي هذوك الجمعيات اللي كيفكروا في هاد الناس هادو وكيمشيو لعندهم وكي كما كنقولوا حنايا كيعطيوهم ملابس، اغطيه، مجموعه تاع الامور. شحال من واحد كينتقد هاد الناس كيقول لك اغطيه هاد الناس راه خصهم. بعدا كي غادي تسول هادوك الناس فهاديك الفتره نتاع البرد وهاديك الثلوج مجموعة الامور، غير تلقى بلي هذوك الناس راهم محتاجين لهذيك الاغطية، محتاجين لهذيك الماكلة، هذيك الزاد، محتاجين لهذيك المؤونة. لهذا نتمناو حنايا مجالس الجهات اللي كاينين يحاولوا يديروا مسالك طرقية لهاد الناس، خصوصا المناطق اللي فيهم الجبال، خصهم يكون عندهم طرقات، خص يكون عندهم يوصلوا للدواوير، توصل عندهم امبيلونس، يوصلوا مساعدات، يمكن حتى حتى الناس باش يوصلوا تما يعطيوهم مساعدات صعيبه بزاف. كي غادي دير توصل والطريق مقطوع، سواء الا تكون سبقك شي طراسيات شي تراكس ولا شي ليفلوز ولا شي الات من الالات ديال الاشغال العموميه لي زونجان كما كنسميوهم، هي سابقاتك وكتفتح لك الطريق وانت غادي، وكيجي راجع كيجي راجع عاوتاني ترجع معاك. هذا المعنى هذا. خويا ما وصلتهمش بالحشرات، غير راه النمل والنحل راه مذكورين اخويا في القران. كيفاش راه سيدنا سليمان راه كي كان جايب الجيش ديالو، راه كانت قصه وارده تاع انه واحد النمله هضرات وقالت لهم يعني بعدهم الطريق لا يدوسنكم جيش سليمان. هذا المعنى، يعني الطريقه النمله اللي كديرها تبارك الله. النمله النملة إلى جينا نعطيو تشبيه بالنمل، النملة واحد يعني واحد المثال للجد والعمال. يعني هذوك الناس حتى هما في فصل الشتاء ما عندهمش فين يخرجوا، البرد، الثلوج، يعني كيجمعوا الحطب، كيجمعوا المؤونة ديالهم باش كيوجدوا، مساكن يخدموا في الصيف باش يوجدوا لفصل الشتاء. هذا غير واحد المعنى، واحد تعبير مجازي كما كنقولوا حنايا. شي اللي كاين ما حاشا ما عاد نشبه الانسان انا بحشره، ما حشومه كاع، بالعكس. يعني راه النمل والنحل يضرب به المثل في المصداقيه في العمل وفي الجد وفي مجموعه تاع الامور. وحنا كاملين كنعرفوا القصه تاع السرار والنمله، القصه تاع السرار والنمله اللي كتقول لك انه النمله كي كتكون تخدم في الصيف وكتجمع الحب وتجمع المؤونه وهذه، السرار كيكون يعزف ويغني، فصل الشتاء كيجي كيبقى يقل ما ياكل. هذه قصه قريناها ومعروفه ودارت رسوم متحركه ومجموعه تاع الامور. يعني حنايا عطينا غير واحد المثال ديال الجد والعمل. عليكم السلام ورحمه الله. خاص يكونوا كذلك حملات طبيه. حنا ما نساوش واحد القضيه، خصكم تعرفوا كل سنه صاحب الجلاله كيرسل فرق ديال الانقاذ، مستشفيات ميدانيه، القوات المسلحه الملكيه هي كتكلف هذا الشيء، افريشا، مجموعه تاع الامور تبارك الله. ولكن الدور ديال الدوله غير كافي، خص حتى المجتمع المدني والمحسنين مجموعه تاع الناس يحاولوا حتى هما يعاونوا شويه هاد الناس. المنتخبين كذلك خصهم يديروا الدور ديالهم.
لان هنا تبان المصداقيه تاع المنتخب خصوصا الناس في المناطق المنكوبه، كنسميها مناطق هذه منكوبه، اللي ما عندهمش ماكله، ما عندهمش ما عندهمش طبيب، ما عندهمش مجموعه تاع الامور، كاين الدواوير اللي ما عندهمش حتى الضم ساكن. راه كاينين الناس اخوتي اللي عايشين عصر الجاهليه بهذا المعنى، هذه راه كاينين اخوتي. انا شفت بزاف تاع الناس، وكاينين الناس عندنا هنايا في المنطقه الشرقيه اللي عايشين في الخيام، ولدي بزاف تاع كنت واحد المره كنت نشوف صورت مع واحد العائله هنايا في جيت مرجان، هذيك العائله واحد الجمعيه كتجمع لهم فلوس باش يشريو لهم منزل، لانهم حتى هما هذوك الرحال ساكنين غير في واحد الخيمه، وعليهم البرد مساكين، وعليهم واحد الحاله، وخا يعني نقيين ومنظمين وتبارك الله عجبوني يعني حياه تاع البدو الرحال. كي كنجي نشوف انا دائما كنقول اودي راه بكري قبل ما يكون اليوم، راه الحمد لله حنا جينا في هذا العصر ديال التكنولوجيا وديال الكليماتيزور وديال السياره وديال اللباس وديال مجموعه الاكل المزيان وديال مجموعه تاع الامور، راه خصنا نقولوا الحمد لله. راه العصور مثلا غير في 1890 1895 غير هذا القرن التاسع عشر لتحت، قبل يعني الناس راه اللي كانت مكرفصه يعني صراحه. كان واحد الوقيته كان واحد العام رجع جات المجاعة، عام الجوع كيسميو عام الجوع، كانوا الناس كثرة اللي جاعوا كيدخلوا على الديور ما كيسرقوش فلوس ولا هادي، كيسرقوا القميلة وهي كطيب فوق المجمر. بكري كان غير المجمر ما كانش البوط، إن راه كان مجموعة تاع الأمور، مجموعة ديال القصص، التاريخ يعني التاريخ هو اللي كيتكلم بطبيعة الحال. اليوم الحمد لله سبحانه وتعالى، ولكن نحمده وكذلك نحاولوا اننا نساعدوا هاد الناس. الا دزت غير في الشارع ولقيت شي متشرد ولا حاول تهلا فيه، حاول تجيب له. كنشوف بعض المبادرات هنايا الليليه تاع بعض الجمعيات اللي كيخرجوا كل ليله وكيفرقوا اغطيه، كيفرقوا الماكله، كيفرقوا الملابس على الناس المتشردين. حبذا لو المجالس والدوله نهضر على المنتخبين فكروا انهم مثلا خصوصا وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، هنا مجالس العلمية كذلك، عوض ما نبنيو بزاف تاع المساجد كما كنقولوا حنايا، نحاولوا نبنيو واحد الدور ديال الإيواء لهاد الناس المتشردين، نعطيهم ماكلة فين يدوشوا، تهلاو فيهم المحسنين، مجموعة تاع الأمور، وكان يقدر يجي راسو يقدر يعني بزاف تاع الحوايج. لنا اي متشرد غادي تلقاه في الشارع العام بطبيعه الحال الا عنده واحد القصه، كل واحد وعنده واحد القصه بهذا المعنى. هذا ما يمكنش هذاك السيد هذاك راه غير جا هكا وتشرد في الشارع وبقى يبات في الزنقه، اما شي واحد لقاه خرج من الخيريه ما عندوش الوالدين ديالو مسكين، اما شي واحد كانت مربياته شي عائله وحتى كبر وقسموا الورث هو عاش في النعيم بطبيعه الحال، من بعد قلبوا عليه وقالوا له انت ماشي خونا وهذه سير دبر على راسك، اما شي واحد اللي توفات العائله ديالو وقع له شي مشكل في الخدمه ديالو ولا شي حاجه، اما 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 بزاف ديال الحوايج. وكان كنهضرش على الحمق، كنهضر على المتشردين اللي بعقلهم. لو انه نشدوا كل متشرد وتجلس معاه ويفتح لك القلب ديالو ويرتاح لك ويحكي لك القصه ديالو، غادي نقدروا نخرجوا منها مجموعه ديال المسلسلات، مجموعه ديال الافلام على حياه كل واحد من هذوك المتشردين اللي كينعسوا في الزنقه. واحد البنت اللي سميتها حسنيه اللي كانت دازت معنا البارح في شوف تيفي، اللي امتهنت الدعاره وولدات سبعه ديال الاطفال، يعني كل واحد من كانت مزوجه طلقات ما ارتاحتش مع راجلها، هربت من دارهم، جات لمدينة الدار البيضاء، بقات كتخرج كتطلب متشردة، كتبات تبات في الزنقة، مجموعة تاع الأمور، إذا بها كتلقى مع واحد صاحب طاكسي، كانت زوينة، داها عند واحد السيدة كتمارس القوادة، بقات كتستغلها، من تما خرجت الإعلام ديال الدعارة، وتقدروا ترجعوا للبرنامج تاع سميرة، كما كنقولوا حنايا أسرار الليل.
وتسمعوا هذيك القصه المؤثره. كاين اللي بقاو يضحكوا وكاين اللي كذا كاين اللي بقاو يتهكموا، ولكن في التالي الناس تقطر. لان علاش؟ هذيك البنت راه عاشت التشرد، وهذاك التشرد ديالها اللي كانت هاربه من دارهم يعني لظروف معينه، هي ماشي تضيعها شي واحد، ولا كانت مزوجه وطلقات وهربات، وهذا المعنى هذا من جحيم بولدها. عندها ولد، عندها بنت ربي، بنت كتقول اليوم راه عندها 13 سنه بطبيعه الحال. اذا كما قلت لكم انايا، هذيك البنت هذاك التشرد ديالها خلى واحد السيد يعني يستغلها مولا طاكسي يديها لدور. وكاينين بزاف تاع فتيات اللي بحال هكا، كاينين فتيات اللي خرجوا من دور ديال الايتام الخيريات بهذا المعنى هذا، مش والديهم. كاين اللي هربات من دارهم بقات في الزنقه متشرده، وهذه مجموعه تاع الامور. وهذو كلهم هاد البنات هادو كيتعرضوا للاستغلال باش يخدموا في الدعاره بطبيعه الحال. يعني كاين مجموعه تاع 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 الامور صراحه اللي كتهرس القلب، كتحطم القلب. هذا المعنى هذا. يعني بزاف تاع الحوايج، يعني هذه قصه اللي دازت مع سميره الداودي اللي حكات مجموعه ديال الاسرار، وصلت بهذه الدرجه تاع انه قال لك كانت خاصها ديما تحشش وتقلقل باش انه كي تمشي تعطي الجسد ديالها يديروا فيها اللي بغاو وما تقول لهمش لا. ومثلا السيدة عندها 27 سنة ولا عندها 7 ديال الأطفال، ثابت وعاونوها شي ناس، عاونتها في التيفي، عاونتها في سميرة الزميلة سميرة، وإن شاء الله بدات قناة في اليوتيوب. وكنظن انه هاد السيده اللي جرأت خرجات بوجه مكشوف وحكات القصه ديالها كامله، وحكات داكشي اللي وقع لها الواحد ما يضحكش عليها، لانها عبره، بغات تعطي العبره، بغات تبين لهذوك البنات اللي كيتبعوا الفلوس ويتبعوا المظاهر ويتبعوا اللي هاد المليو ديال الدعاره ها شنو فيه. يعني كل مره كانت تغلط تحمل معاه واحد، حتى وصلت لسبعه، زوج ماتوا لها. يعني السيده كانت تقريبا كل سنه ونصف كتحمل، كتبرم من هنا تولد من هنايا تخرج للدعاره تحمل عاود، وهي هكا. علاش قلت لكم كل واحد الظروف ديالو؟ يعني اي متشرد متشرد راه ناعس في الزنقه الا وعنده واحد القصه مؤثره. لهذا الانسان يحاول شنو غادي نقول لكم؟ يحاول يتشفاش، يحاول يدير الخير، يحاول يعاون بما امكن. لقيت غير متشرد سير اخويا شري له غير الحليب، شري له غير ساندويتش، عطي له غير 10 دراهم كاع، 10 دراهم راه تنفعوا، 10 دراهم راه تنفعوا، مسكين يقدر ياكل بها، يقدر باش تعرف بزاف تاع الحوايج. يعني خصنا نكونوا حنا مع بعضياتنا، خصنا هاد الفئة هادي ما تكونش منبوذة، بالعكس خصنا نتقربوا منها. وكاين مساكين هادوك اللي حماق، هادوك نورمالمون خص يداووا في سبيطارات ولا علاش. كتشوف واحد حمق مسكين كيتمشى عريان والشتا والبرد، حتى يجي واحد النهار تقول لك راه ملقى واحد ميت، كي كتجي تسول كيقول لك اودي هذا غير متشدد. كان يعس في الزنقه وصافي بهذا المعنى هذا. اذا حنا نتمنوا الخير خوت خواتها، تحيه طيبه. حاولت انه نهضر لكم شويه على هذا الموضوع هذا الليلي ديالنا، لنعود ان شاء الله في